رأي بقى مهم، بس ده بقى رأي مهم بجد يعني، احنا ممكن نقعد ندردش كده، بس ده رأي هيكون مهم جدا، هو رأي الكابتن الكبير كابتن ضياء السيد مدرب منتخبنا الوطني الأسبق. يا كابتن ضياء مشرف ومنور، دايما بسعد بتواجدك معايا. أخي كريم، أخبارك إيه؟ أخبارك يا كابتن ضياء؟ ربنا يخليك يا كريم، يا رب يخليك. قول لي بشكل عام المواجهة إن شاء الله يوم السبت شايفها إزاي بين الأهلي والترجي؟ مواجهة صعبة لأنه النهائي مع فرقة متمرسة زينا في النهائي، محتاجة صبر ومحتاجة تكتيك ومحتاجة في تفاصيل صغيرة ومحتاجة مهارات فردية، لأنه أنت محتاج خصوصا في منطقة التهديف، محتاج إنك تكون في كثافة عددية، محتاج إنك من نص فرصة إنك تقدر تسجل يعني. كل الحاجات دي كلها مهمة جدا. النتيجة طبعا بتخليك لازم تصبر في نفس الوقت، إن شاء الله لما نسجل إن إحنا نحافظ أو نغطي الهدف بشكل كويس، علشان حتى لو 1-0 هتبقى مؤلية. محتاج رقابة كويسة جدا في الدفاع، تاخد بالك وانت بتهاجم انك تبقى مأمن عشان التحولات. والترجي خلال مراحله في البطولة كان بيسجل من الهجمات المرتدة، وشفنا مباراة سان داونز في التحولات جاب هدف ودافع بشكل كويس وكسب يعني. فمحتاجة شغل كتير، وانا متأكد انه الجهاز واللعيبة بيشتغلت على ده طول الاسبوع. عظيم جدا كابتن ضياء، شايف التشكيلة الأنسب هي تشكيلة مباراة الذهاب، ولا شايف انه من المفترض ان يبقى فيها بعض التغييرات؟ مش هينفع يبقى في بعض التغييرات. انا شايف ان هي هتبقى زي ما هي، لكن انا بطمع في الناحية الهجومية اداء اللعيبة الفردي، خصوصا بيرسي وحسين شحاتة يبقى افضل من كده بكتير، وان شاء الله هيبقى افضل من كده. طيب كوكا ولا كريم فؤاد الناحية اليسرى وتعويض علي معلول؟ لا كوكا خلاص، هو قصدي كريم فؤاد. مش هيجيب حد جديد يحطه هنا تاني، رغم ان احنا موجود كريم فؤاد وهو مش اشول، بنفتخر حاجات كتيره جدا خصوصا في عمل العرضيات، لانه هيضطر يدخل لجوه يعمل عرضيه باليمين، وحتى لو اضطر انه يعملها بالشمال مش هتطلع بنفس الكفاءه. يعني احنا بنفتخر طبعا علي معلول باي شكل او اي حد تاني في الحته دي. لو تفتكر جون وسام الثاني في مازيمبي، تشوف علي معلول عاملها ازاي. عملية الاوفر احنا خلاص يعني، اصابه علي ربنا يرجعه بالسلامه، فمضطرين نلعب كريم بدنيا اقوى. كريم خد الماتش الاولاني والانطباع الاولاني، فاعتقد ان كولر مش هيغير. كابتن الكبير كابتن ضياء السيد مدرب منتخبنا الوطني الأسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده يعني.